I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. I've got no makeup. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي تيما. اليوم غنشارك معكم شنو كندير اللي كيتسلى العيد وفرجة ممتعة. قبل ما نبدا اي حاجه كندير الغداء ديالي طيب باش من حيت كنسالي الشغل ديالي ما كنلقاش مشكل في الغداء. غداء خفيف في متناول الجميع. نبدا لكم بالمكونات اللي غادي نحتاجو. غنحتاجو الدجاج على حسب الكمية، أنا حسب العائلة ديالكم الكمية اللي عندكم. أنا خديت هنا يا هادو الفخيضات ديال الدجاج. عندنا بطاطا، عندنا هنا يا فلفلة حمراء. أنا كنفضل دائما فلفلة حمراء لأن المذاق ديالها كيجي بخصوص مع الدجاج، كيجي زوين مع الدجاج. عندنا هنا يا واحد البصلة مشلوطة، عندنا هنا صوص طوماط. أنا خديت صوص طوماط جاهزة، يمكن لكم تحكوا مطيشة. بالنسبة للتوابل عندي هنا يا سكينجبير، بزار، تحميرة، خرقوم، ملح على حسب الذوق. وهنا عندي البودرة نتاع التومة، وهنا عندي المعدنوس مجفف. نبداو التحضير ديالنا. كنبداو بسم الله، كنديرو شوية ديال الزيت في المقلاة ديالنا، كنديرو البصلة تشحر هي والفلفلة. نديرهم يتشحروا، نضيفوا شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه. هنشحروا البصله والفلفله حتى كيدبالوا. كنزيدو العطريه ديالنا على الدجاج، ثومه، وكنخلطو مزيان باش تدخل العطريه الدجاج. البصله والفلفله ديالنا هما واجدين، كنخليهم حتى كيطلقوا كاع لو سكر ديالهم. باش كنحمروهم هكا تيعطيو واحد المذاق رائع، لان كاع لو سكر تيخرج. يمكن لكم ديروهم ديريكتومون الا ما عندكمش الوقت ديروهم ديريكتومون، ولكن انا كنفضل نقليهم هكا شويه عاد باش نبدا البلا ديالي. ناخذ امول اللي غادي يدخل الفران، ندير الفلفلة ديالنا هنايا هي البصلة، كندير البطاطا من فوق البصلة والفلفلة، كندير بطاطا، من بعد كنحط الدجاج ديالي اللي تبلته من قبل. هكا ومن بعد كنزيد لاصوص طوماط. نزيدو لها شويه ديال الماء باش نخففوها على حسب كل واحد وشنو كيبغي، واش كتبغيو بزاف لاصوص تكون عقده ولا. وهي في الفران راه كتنشف شويه في الفران. المهم نزيدو لاصوص على الطبق ديالنا، انا كنزيد شي شويه ديال التحميره، اللي ما بغاش ما كاينلاش. وكنزيد هذاك المعدنوس ديالي المجفف و لو بيتي سوكري لا باش يجينا بيان غراتيني ديال لو بلا ديالنا. نزيدو الخويطه ديال الزيت هو اخر حاجه، نزيدو الخويط ديال الزيت.
الفران ديالنا سخناه على 180 درجة، وكان كان كنراقبوه كنشوفوه على حسب الطياب ديال الفران ديال كل واحد. كنغطيوه بان بارشومان، ومن بعد كنديروا البابي الومنيوم باش ما يكونش لو بابي الومنيوم، نحطوه ديريكت. ومن بعد كنديروه في الفران اللي سخنا على 180 درجه، وكنراقبوه على حسب طياب كل فران، كل واحد راه كيعرف الطياب ديال الفران ديالو. ونشوفوا مره مره واش نشف، واش نزيدوا شويه ديال الماء بالنسبه للناس اللي كيبغيو لاصوص تكون خفيفه ولا ثقيله، على حسب كل واحد. ونديروه في الفران. شوفوا لي هذا الخير، تبارك الله، بدات الثلج ومن بعد كيطيح الثلج وتبروري او ميم طون. ها انتما شوف، هذه هي لابيتي بي، نهار سخون ونهار بارد، وني لو 31 مي. وها انتما شوفوا الثلج تبارك الله مع التبروري والجو بارد. اول حاجه كنبدا بها دا كنجمع كاع لا ديكوراسيون اللي درت ديال رمضان كلها كنحيدها، وبما انه قبل من العيد ما كانش عندي الوقت انني ندير الميناج كامل، انني نخمل تخميله مزيانه في الدار، ما كانش عندي الوقت مع التحضيرات ديال العيد. خليت حتى فات العيد عاد بديت كنحيد الزينه ديال رمضان اللي كنت درت في رمضان، وغادي نبدا واحد تخميلة فعلى تركة. كاع لا ديكوراسيون اللي حيدت كلها كنجمعها وكنديرها بدي بواط، كنخزنها كتكون عندي عارفها فين دايرها باش نهار غادي نحتاجها ما نبقاش نقلب عليها. كنجمع كلشي كنديرهم في دي بواط، حتى ملي ليميير حتى هما كنجمعهم وديرهم بوحدهم باش من حيت كنحتاجهم كوسا سوا في رمضان اولا في العيد اولا من غير رمضان كنلقاهم كنمشي لهم مقصده ما كنحتاجش نقلب عليهم. لي غيدو حيدتهم باش نصبنهم، حيدت الزربية لان مؤخرا كنعاني بزاف من الحساسية لوغ حيدتها، دزت الطلام تحت هما غنبدلهم غنحيد هادو باش نصبنهم، وندير الاخرى اللي عندي ديجا مصبنين واجدين.
احسن حاجه لكل وحده كيعجبها الحال انه كتسالي وكيبقى لك غير انك تلمطي وتقادي وتولي اللي بقى. هذه النتيجه النتاج ديالنا هو طاب، كتجي واحد المريقه زوينه معلكه، وفاش تحسوا به طاب كتحيدوا البابي الومنيوم والبارشمان، كتحيدوهم وكتشعلوا الفوقاني ديال الفران وكتحمروهم شويه على حسب كيفاش بغيتوه يكون محمر بوغ غراتيني لي باتات. كنشعلوا الفوقاني ونحمروه شويه وراه كيجي رائع، المذاق زوين، جربوه وردوا عليا الخبر وبالصحة والراحة. وما فيها بس بس تعب نهار كامل، يدير واحد المكافأة صغيرة للنفس. الإنسان قيال تعبان يدير لراسو إن بتيت ريكومبونس، يفرح راسو ولو بشي حاجة بسيطة. الفيديو ديالنا سلا، كنتمنى نكون ما طولتش عليكم بزاف، وحتى لشي فيديو آخر إن شاء الله. إلى اللقاء، مع السلامة. Love when we take our time to make love. Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show